منها أي كتابة الإعداد دراماتورجي هي ورشة وعمل جماعي إكريتور دو بلاطو باصطلاح برونو تاكلز، وهي من أحدث الاشتغالات في الكتابة الجديدة، كتابة المبع الدرامية التي يلتقي فيها كل المتدخلين في العملية الدرامية منذ النص، يعني منذ إعداد النص لحظة الكتابة إلى الخشبة إلى نهاية هذا العام. في الكتابة الرقحية المغربية اشتغلت على تجربة عبد المجيد الهوس، أولا لأنه مؤلف ومخرج ويشتغل بآليات سينوغرافية، وعندما تضاف التقنية إلى التأليف وإلى عناصر الإخراج تغتني هذه التجربة. أو يعني المسوغ الثاني أنه يسجل ريبرتواره ما بين شغاله ومجمل تحويراته وتحويلاته على العرض من التأليف إلى الإخراج، وهذا الأمر تفتقد إليه الخزانة العربية والمغربية على الأقل. عبد المجيد الهواسي يسجل هذه المسألة له خزانته الخاصة. اشتغل على الإعداد دراماتورجي لمجموعة من الشهادات الواقعية بشكل الذي يجعلها جاهزة للعرض على الخشبة، خاصة في نصيه فيولونسين وسكيزوفرينيا، واسمحوا لي أن أعرض لكم رأيه في هذا العنصر. يقول: النص هو أحد مبررات العرض المسرحي وليس هدفا في حد ذاته. أغلب الأعمال التي أنجزها في مسرح أفروديت تنحو نحو مساءلة النصوص عبر اختبارها واختبار المهن المسرحية وتحديد وظائفها داخل العرض المسرحي. التجريب هو نوع من عدم الركون للنموذج الذي يفترضه البعض سلفا، وهو محاولة لباع في روح الإبداع التي افتقدها جمهورها في الأعمال التي يشاهدها. أكيد أن هناك ممارسين يفضلون إعادة إنتاج ما تعلموه، لعلهم مهنيون بالأساس يسترزقون عبر الممارسة، ذاك حقهم، لكني في مساري الفني أحاول أن أجد مبررا أسمى لإنجاز عمل مسرحي، إيجاد محفزات جديدة تورط المتلقي في إعادة طرح سؤال الممارسة المسرحية وجدواها. ثانيا، يشتغل عبد المجيد الهواس وفق تجربة الكتابة الورشة التي تعتبر مرحلة جديدة في الكتابة، واستنادا إلى الكتابة المشهدية رفقة أعضاء الفريق بغية عيش تجربة منذ تشكلها النصي إلى أن تعرض، خاصة في نصيه شجر مر. يقول عن هذه التجربة، يتحدث بين قوسين عن سنوات الرصاص في المغرب، يقول: جعلنا من قراءة المتون جماعة أو فرادة، ممثلين وتقنيين، جزءا من تمثل المأساة، نواكب بعد كل تدريب مشاهدة الأشرطة والإصغاء للشهادات ومقاربة التجارب المريرة عبر سرودها، كل ذلك وعلى امتداد فترة التدريب ظل نوعا من محاولة العيش في العوالم من عاشوا المأساة، فكان التحول عبر التأمل في الفاجعة. لقد استخلصنا من كل ذلك عصارة ما أصابنا من أثر سرودهم، نوع من الإنصات لأصوات ظلت لسنوات طويلة بلا أمل، لذلك أفرزت التجربة النصوص التي يعبر بها المؤدون عن واقع الألم. ثالثا وأخيرا، يشتغل عبد المجيد الهواس على ثنائية النص والعرض لأنهما يحددان مسار العمل الدرامي، ولكن مع إعطاء جرعة زائدة للشغال السينوغرافي. وهذا مقطع من أرشيفه الخاص. جاء السيناريو المفترض لهذه التجربة، يتحدث عن تجربة شجر مور سنة 2015 عن سنوات الرصاص، عبر خلق فضاء مجزأ أفقيا ما بين المقدمة والعمق، مستويان منفصلان بحاجز شفاف وهش، لكن بمقدوره أن يصير جدارا نحاسيا صلبا يتحول إلى ألواح من شرائح الجليد شفافة وباردة، فضاء متخيل لا يوحي بأي فضاء واقعي، يتوضح عبره جسد الممثل المنسي، جسد واهن يعيش في فراغ مطلق بعد انتهاء وصلات التعذيب المديدة. يتلمس الألواح الهشة في دهشة، يحاول أن ينظر عبرها لكننا لا نعرف ما الذي يراه، ينظر إلى الجدار ولا يرى، لكننا نحن نراه فاغرا فهو ضامرا، يتحرك كمن فقد طبع المشي، أبعد من خطوتين، إيقاع بطيء وهش، إلا مكان يمكن الذهاب إليه ولا زمن يمكن العبور إليه. هذه تجربته ويشتغل على هذا النص رفقة فرقته مسرح أفروديت. طرح الأستاذ فرحان بلبل: هل المسرح المعاصر العربي المعاصر بخير؟ أريد أن أقول إنه بوجود تجربة عبد المجيد الهواس وغيره من الإخوة دكروب وغيره من المؤلفين المخرجين السينوغرافيين، يمكن أن نقول إن المسرح العربي تلوح فيه ملامح الخير. وخلاصة العمل أن العمل الدرامي يجمع بين خصائص الأدب وخصائص الفن من خلال خاصية الدرامية ومن خلال تحيين خاصية التمسرح، من خلال الجمع بين ما هو نصي وما هو تقني فني. وهذا ما يفسر تضارب الآراء بين المؤلفين والمخرجين حول العمل الواحد. وعليه يمكن القول إنه توجد كتابة درامية بين المؤلف والمخرج هي كتابة ركحية يتدخل فيها عدد من الفاعلين. شكرا على حسن الانتباه. شكرا للباحثات
الماس المنصوري